معركة القنطرشر. وفي القنطرة شرق كانت الحصون التي بناها العدو من أقوى حصون خط برليف، وتوجهت إليها الكتيبة 18 بقيادة العميد فؤاد عزيز، والتي نجحت في محاصرة المدينة قبل اقتحامها، واشتبكت مع العدو في معارك قتال شوارع بالسلاح الأبيض حتى استولت على أسلحته ودباباته وأسرت 30 جنديا إسرائيليا وعددا كبيرا من الأسلحة والمعدات.